السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل لغز الأندومي ونعرف هل الأندومي في البيت أحسن ولا تشتريها من بره، وحكاية الكلام الكتير اللي بيتقال عن أضرار الأندومي. يلا نعرف التفاصيل. زي ما احنا عارفين، الأندومي دي نوع من الشعرية أو المكرونة أو النودلز المحفوظة في ايه؟ في اكياس، وبيبقى فيها توابل. وطالما محفوظة وليها مدة صلاحية، يبقى اكيد فيها مواد حافظة زي غيرها من الاشياء اللي بنشوفها في السوق، الشيبسي والبسكوتات وغيرها وغيرها. المهم، افضل حاجة ان انت تعمل الاندومي في البيت، لان اي حاجه بتشتريها في السوق بيبقى فيه كلام كتير، ممكن يبقى ايه المواد الحافظه نسبتها عاليه، في سوء في التخزين، في مشاكل كتير انت في غنى عنها وبعيد عنها. فاحسن حاجه اعمل الاندومي في البيت. يلا نعرف خطوات عمل الاندومي في البيت. الطريقه سهله والنتيجه مضمونه و شيء صحي وشيء جميل، ولادك هيتبسطوا وهيلاقوا نفس الطعم اللي بياكلوه بره من خلال عبوات الاندومي الجاهزة. اول حاجة نجيب طاسة او اناء ونحط فيه زيت ويسخن شوية الزيت، وبعد كده نحط 200 جرام من الاسباكيتي، 200 جرام من الاسباكيتي، وملعقة صغيرة من بودرة البصل، وملعقة صغيرة من مسحوق الثوم المهروس، ممكن يكون جاهز أو ممكن يكون معمول في البيت، ملعقة صغيرة من الكاري، ملعقة صغيرة من البابريكيا، البابريكا وهي نوع من التوابل المشهورة. ممكن تحط شطة لو عايز، في ناس ما بتحطش شطة، كل واحد واختياره وذوقه. شرب الدجاج افضل من مرقات الدجاج، كل ما تكون الحاجة طبيعية تكون ما تكون احسن. برضو شرب خضار افضل من ان انت تحط مرق الدجاج. ملح، زعتر، وفي دقايق بسيطة هتحصل على أحلى أندومي، أحلى من الأندومي اللي بره. دلوقتي هنعرف من المصادر الأجنبية والمصادر العربية إيه حكاية الأندومي، وهل هي كويسة ولا مش كويسة. نبدأ بالمصادر الأجنبية. فالمصادر الأجنبية بتقول إن استهلاك المفرط للأندومي، يعني استهلاك الكتير المستمر، يؤدي إلى السمنة، يؤدي إلى مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم. أيضا بمرور الوقت يؤدي إلى تليف الكلى، السكتة الدماغية، لأن الأندومي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، نسبة عالية من الصوديوم فتسبب أمراض القلب. وبالنسبة للبروتينات، تحتوي على بروتينات قليلة وعلى فيتامينات ومعادن قليلة، يعني باختصار هي فيها أضرار أكتر للجسم وفوائدها أقل. يعني بروتينات قليلة، فيتامينات ومعادن قليلة، بس فيها صوديوم كتير، والصوديوم ده هو اللي بيسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. المصادر العربية، مصادر عربية، فنجد ان معظم دكاترة التغذية اللي بيظهروا على شاشات التلفزيون المصري اتكلموا عن الاندومي، من اشهرهم الدكتورة عبلة الالفي، وهي طبيبة تغذية وعضو في مجلس الشعب،
وتحدثت في التلفزيون المصري وتحدثت إلى قناة الحياة المصرية، وبينت لنا إن الأندومي وجبة فيها صوديوم، وصوديوم ده بيؤدي إلى مرض السكر الأطفال وارتفاع ضغط الدم. وكلمتنا قالت إن هي الأكلة دي مضرة، وإن هي بتمنع أحفادها من تناول الأندومي، بتمنع أحفادها من تناول الأندومي. على الجانب الآخر هناك آراء أخرى تتحدث إن الأندومي مضرة، بس ضررها بيكمن إن إيه، إن أنت تاكلها بصفة يومية. ففي بعض الأطباء برضو في قناة الحياة، قناة الحياة المصرية، قال لك إن الأندومي ممكن ناكلها كل أسبوعين. وبالنسبة لكل فترة بنقرأ في الصحف والمجلات ونسمع في القنوات الفضائية وفي وسائل الإعلام إن هناك أطفال صغار يموتون بالتسمم، فنجد إن جريدة أخبار اليوم في يوم 22 يناير سنة 20 ميلادية، يعني من سنتين، بتقول: شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وفاة طفل صغير، طفل في الابتدائي، ووجدوا ان السبب في وفاة الطفل ان هو تناول وجبة مسممة، وهذه الوجبة المسممة ادت الى هبوط في الدورة الدموية، وكان السبب ان هو تناول وجبة الاندومي. وأيضا في محافظة الدقهلية منذ سنوات قليلة توفيت طفلتين شقيقتين أختين في قرية بيرمبال في المنصورة، السبب هبوط في الدورة الدموية بسبب تناول وجبة فاسدة، وهذه الوجبة هي وجبة الإندومي. نعرف ايه من المعلومات دي؟ نعرف ان في خطورة على الاولاد من اكلة الاندومي، تمام؟ بس المشكلة ان في ناس من الاطباء يقول لك ايه، كله الاندومي بس كل فترة، وفي دكاترة يقول لك ما تاكلوش الاندومي نهائيا. فالناس في حيرة، نعمل ايه؟ نمنعها خالص ولا لا؟ وفي نفس الوقت بنسمع عن وفيات اطفال يقول لك كلوا الاندومي، ونسمع آراء تانية يقولك دي إشاعات وهو كلام بيتقال وخلاص، وإن ده صراع بين الشركات، وإن إشمعنا بنسمع الكلام ده في جمهورية مصر العربية وفاة الأطفال، وليه ما بنسمعهاش في الدول الأخرى؟ حيرة. بس الرأي يعني ليكم، وانتوا لو تقرروا تعملوا ايه؟ هل هتشتروا اندومي لولادكم، ولا تعملوا مكونات الاندومي في البيت، ولا تشتروها بس مش بصفة يومية؟ بس في حتة مهم برضو، اي شيء برا دايما فيه ضرر. لما بتجيب شيبسي، البطاطس ده معمول ما تعرفش معمول بانه زيت، وفي مواد حافظة اللي خلاه يعني عايش طول 6 شهور ولا 7 شهور، انت بتلاقي العبوة مكتوب عليه 6 شهور. اي شيء بيتحفظ وبتلاقيه في المحلات وعليه بيبقى لازم عليه مواد حافظة، لان انت ببساطة لو جبت شوية بطاطس طبيعية وقلتهم وسبتهم في البيت لمدة 3 ايام ولا هيخسروا. اي حاجة ليها تاريخ صلاحية لازم تعرف ان فيها مواد حافظة.
الخطر هنا بيجي في المواد الحافظة، المواد الحافظة اللي بيستخدموها الشركات في، يعني يقول لك ايه معايير للجودة، يقول لك ايه في نسبة معينة ان الشركة تلتزم بايه، بتحط مواد حافظة. بس نسأل نفسنا، واحنا هنتأكد ازاي بنسبة المواد الحافظة؟ وهل الشركة دي اللي بتنتج المنتجات هل ملتزمة ولا مش ملتزمة؟ ايه الحكاية؟ الحكاية امر يعني في الاخر شيء طبيعي هو اللي يكسب، الاكل الطبيعي هو اللي يكسب. اعمل بطاطس لولادك في البيت وليها في الزيت وخليها مقرمشة، او الاحسن سيبك من قلي الزيت، احسن اعملها لهم في فرن البطاطس، لان الحاجات اللي فيها الزيت دي بتبقى ليها كلام كده، والدكاترة بيشتكوا اللي بيقولوا للناس خلي بالكم كتر يعني اكل بطاطس بالزيت مش مفيد للاطفال، والافضل ان انت تشوي. المهم الاكل لازم نخلي بالنا ونشوف ولادنا بياكلوا ايه، ونحاول على قد ما نقدر على قد ما نقدر نطبخ في البيت، ونعلمهم يطبخوا في البيت ويعملوا الاندومي في البيت وكل حاجة، ويعملوا شاورما في البيت بدل ما ياكلوا بره. عايزين نطلع جيل صحته كويسة، جيل يعني قوي، وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. والقوة هنا الرسول سابها مفتوحة، ما قالش المؤمن القوي الصحة، القوي في العلم، القوي مثلا في ان هو مثلا عنده مهارات، عنده ذكاء. فعايزين الناس والأطفال الأقوياء اللي صحتهم كويسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.